اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات مطور موقع. فيديو النهارده هو اخر فيديو في سلسله او في كورس الداتا كوميونيكيشن، واللي طبعا اتكلمنا عن الانالوج والديجيتال واتكلمنا عن مكونات الداتا كوميونيكيشن سيستم. اخر فيديو النهارده هنتكلم عن الداتا ترانسميشن. هو فيديو سهل ولذيذ يعني ما فيهوش حاجه، بس عايزين نعرف ازاي الداتا بتتحول من مكان او من جهاز لجهاز، يعني ليها شكلين اساسيين، وطبعا كل واحد جواه تفاصيل تانية هنشوفها بس بشكل سريع كده ان شاء الله. اتمنى طبعا ان السلسله كلها تكون عجبتكم وافادتكم. لو عجبتك بقى ووصلت للفيديو ده تنساش تديني احلى لايك وتعمل اشتراك لو لسه ما عملتش اشتراك، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا المحتوى الفتره اللي جايه هيكون افضل بكتير من الفترة اللي فاتت، هنحاول نطور ونحسن فيه بشكل كبير جدا، ونقول حاجات عامة هتفيدك في حسابات ومعلومات. فخلونا بقى نبدأ على طول في آخر فيديو في السلسلة، ويلا بينا وأهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع. الداتا ترانسميشن او ازاي البيانات الديجيتال بتاعتنا دي بتتنقل بين الاجهزة بتاعتنا، بتتنقل عن طريقين، او طبعا الترانسميشن بتاع الباينري داتا اللي هي كلها واحد وصفار دي في اللينك ممكن تتنقل على شكل بارلل او متوازي مع بعضه، او سيريال او اللي هو يعني ورا بعض مش مع بعض. في البارلل طبعا انت هتبعت داتا كتير في وقت واحد مع بعض، لكن في السيريال انت بتبعت واحد واحد، يعني بتبعت زيرو مرة وان مرة، فيبقى البارلل له مميزات لكن له عيوب، والسيريال له مميزات وله عيوب. وفي ثلاث حالات من السيريال هنشوفهم برضو، اللي هو اسينكرونس وسينكرونس وايزوكرونس، وده مخطط بيورينا الداتا ترانسميشن يا اما تتنقل بارلل يا اما تتنقل سيريز، وزي ما قلنا السيريز في منه اسينكرونس او سينكرونس او ايزوكرونس. بالنسبة للبرل ده شكلها، وده ممكن تشوفه كان في كابلات مثلا الكمبيوتر القديمة شوية، كنت تلاقي 8 كابلات كده بيتنقلوا مع بعض، او يعني بتوصل الهارد بسلك تخين كده على شكل 8 كابلات لازقة في بعض جنب بعض كده، ده كان بينقل الداتا برل او بينقل كل الداتا مع بعض. يعني عايز تنقل 0 1 1 0 0 1 او 0 1 0، عايز تنقل بايت كاملة هتنقل بايت كاملة في الخط مرة واحدة، يبقى كده انت محتاج 8 خطوط او 8 كابلات عشان تنقل الـ8 بت او اللي هي البايت الكاملة مع بعض. وده البرل مفيش فيه مشكلة لان انت خلاص بتنقلهم كلهم مع بعض. نيجي بعد كده للسيريز او سيريال. السيريال عشان تنقل الداتا سيريال دي مثلا زي اليو اس بي او اللي هو يونيفرسال سيريال باس، عندنا السندر هيحتاج يحول البايت الكاملة دي طبعا لسيريال او على شكل وحايد وصفار، فبقت 0 1 1 0 0 0 1 0، وهيبدأ يبعتها بالشكل اللي هي متلاحقة ورا بعض، يبدأ 0 بعد كده يبعت له 1 بعد كده يبعت له 0 0 0. طبعا في الريسيفر هيحتاج يجمع الإشارة دي تاني عشان يرجعها بارلل تاني ويعرف البايت اللي احنا عايزينها دي كانت ايه كاملة. فهنا في ميموري تعتبر بتجمع الإشارة اللي جت من السندر، وهي أول ما توصل لتمانيات هتبدأ تقسمها وتبعتها لمثلا بروسيسور لأي حاجة تانية تبدأ تعمل عليها العملية اللي هي عايزاها. عندنا أول نوع اللي هو كان Asynchronous Transmission، طبعا الدايركشن أو الاتجاه من هنا لهنا. بنعرف ازاي الاشارة بتبدأ من فين وتنتهي من فين، او التمانية بت بتاعنا او التول بتاعها ايه، من خلال ستارت بت وستوب بت. فانت بتبدأ بستارت مثلا 0 وبتنتهي بستوب 1، ممكن يبقى في جابس او فراغات بين الاشارات، مثلا ده نهاية ملف، مثلا في حاجة مقاطعة حصلت للجهاز ده مثلا او الجهاز ده وهي شغالة، فممكن يبقى في جاب عادي، عشان كده اسمها اسينكرونس، وبالتالي بتبعت الداتا بالشكل ده. تاني حاجة معانا هي السينكرونس ترانسميشن، بتبعت الداتا على شكل فريمز، يعني هو ده الجديد فيه، بس ما ينفعش بين اجزاء الفريمز او البايتس بتاعت الفريم يكون في مسافات، لكن بين الفريم والفريم ينفع تسيب مسافات عادي. يبقى هيبقى في بت بتبدأ الفريم كله وبت بتنهي الفريم كله،
ده انت بتبعته عشان مثلا لو هتبعت داتا مش محتاج ان او محتاج ان هي ما تتقطعش من بعض او يحصل فيها اي مشكلة، فهو لازم يخلص الفريم الكامل. بعد كده ينفع يبقى فيه جابس عادي بين الفريم والفريم. اخر نوع معانا هو الايزوكرونوس، وده اللي بيستخدموه في الستريمينج اكتر عشان البث المباشر ما ينفعش يتقطع مهما كان، لا فريم كامل ولا يتقطع بايت بايت. فبالتالي الايزوكرونوس بيبعت الداتا كلها متزامنه ورا بعض بالشكل ده، يعني مفيش اي فراغات ولا ستارت ولا اند ولا الكلام ده، كله بيبعت الداتا على طول ورا بعض بين السندر والريسيفر. بس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة، وده كان اخر فيديو في الداتا كوميونيكيشن والاشارات. اتمنى ان الموضوع كله يكون افادكم وعجبكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش شوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، وتستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جاي، واشترك في القناة عشان ما تبقاش منين الهواية.